السلام عليكم. احنا الآن في تدريب جديد من نوع جديد، يطلب منا إعداد قائمة الدخل المعدلة، لأنه في شخص قام بإعداد قائمة الدخل وأخطأ في بعض التسويات والعمليات وأسقط بعض البنود. عشان كده حنتعرف على أول وأبسط شكل من أشكال إعداد قائمة الدخل في التدريب اللي ظاهر أمامكم. بيقول لي هنا أظهرت قائمة الدخل لشركة لينو عن شهر يوليو صافي دخل قدره 1500 دولار. كان عند الشركة هذه إيراد خدمات 5500، مصاريف أجور 2300، مستلزمات 900، ويوتيليتيز أو منافع عامة 800. وعند مراجعة القائمة اكتشفت الآتي: أنه في تأمين مستنفد أو اكسبايرد خلال فترة لم يسجل قدره 350 دولار، مصاريف مستلزمات تشمل مستلزمات متبقية لم يتم استبعادها، طبعا عايز يقول أنه 400 دولار، استهلاك التجهيزات قد حذف من القائمة، الأجور المستحقة وغير مسددة لم تضمن للقائمة، والإيرادات مكتسبة أو محققة وغير مسجلة 900، إعداد قائمة الدخل معدلة هذا المطلوب. طبعا أعطاني قالب اسم الشركة، اسم القائمة، الفترة بتغطيها القائمة. طبعا بداية إيرادات بجيب أنا البيانات الأساسية من السؤال، فهي إيراد الخدمات هيها والمبلغ تبعها هيها. أيضا في عندي المصروفات، أول مصروف ظهر عندي في التدريب مصاريف أجور والمبلغ تبعهم بنجيبه من فوق. مصاريف مستلزمات طبعا أعطاني إياها، بنجيب المبلغ تبعها. أيضا في عندي مصروف منافع عامة والمبلغ تبعها. والآن نبدأ بالمراجعة. يقول لي إنه التأمين المستنفد أو التأمين يعني قصده اللي تم استنفاده خلال الشهر حذف من القائمة قدره 350 دولار. يبقى هنا مصاريف تأمين لازم أضيفها، ما انضفتش، اللي هو 350 دولار. الحاجة الثانية بيقول لي مصاريف مستلزمات تشمل مستلزمات متبقية، يعني هذه المستلزمات بدنا نستبعد منها ناقص قيمة المتبقية، لأنه لا تعتبر كل مصاريف المستلزمات مصروفات على قائمة الدخل إلا المستنفد أو المستهلك أو المستعمل فعلا منها، عشان كده هذه متبقية بنستبعدها. بيقول لي إنه استهلاك التجهيزات قد حذف، يبقى هنا مطلوب مني إضافة مصاريف استهلاك التجهيزات. طبعا بيقول لي المبلغ تبع الاستهلاكات هذه 150. بعدين بيقول لي أن الأجور المستحقة والغير مسددة لم تضمن القائمة، يبقى باجي في مصاريف الأجور بدي أضيف عليها برضو زائد قيمة الأجور المستحقة والمتعلقة بالفترة المالية اللي بتغطيها القائمة. أيضا بقول الإيرادات المكتسبة والغير مسجلة، إيرادات مكتسبة يعني خدمات أديت ولكن لم تحصل بعد، فهذه الخدمات لابد من إثباتها كإيرادات خاصة بالفترة، عشان كده كنا حنيجي هان ونقول زائد اللي هم 900. الآن صارت القائمة الآن معدلة جاهزة، تعال نطلع إجمالي المصروفات ونطلع صافي الدخل، الفرق بين إيراد الخدمات ناقص إجمالي المصروفات، وبهيك بتكون القائمة خلصت. شكراً.